طب لو قلنا الالوان برضو ابرز أوكي. الوان السنه دي ايه؟ ابيض اسود موجودين. بصي نفس الوان شويه السنه اللي فاتت، زاد عليها الفوشيا، زاد عليها المطار الاصفر المطار، الذهبي والفضي مكتسح، الجلد الذهبي بس مط، جلد الذهبي بس. طب والجاكيتس الجلد يعني او الجلود ذات نفسها السنه دي برضو ان ولا القطيفه واكلها شويه؟ لا موجوده ان، بس القطيفه السنه دي الحقيقه اكتر كتير. نشوف المودلز، اتفضلوا. بليزر. ده البليزر. بليزر حلو قوي على فكره، شفتي؟ يعني بيدي اليجنس كده. بتلبسي بدله سواريه؟ يعني بدله سواريه بس في نفس الوقت ممكن تلبسيها الظهر، يعني لو عندك ايفنت فيها عدد شويه ممكن تلبسي حاجه زي دي بس من غير البلت. ممكن تغيري التوب اللي من تحت وعلى اساس انت شايفه التوب ده جلد بالدونتيل. ما انا شايفه، انا شايفه مليون قماشه في كذا حاجه. ممكن تحطي تحتها شميز ابيض. ممكن تحطي تحتها شميز ابيض. لا بس اتس فيري نايس. في حاجه ثانيه، الاوتفيت اللي كانت لابساه امل الاول، البايات كذا لون، الجوب دي بايات كولرز كتيره قوي، والتوب لوركس بقطيفه. يعني الدنيا كلها بس يا جماعه هيصوا بقى، كل الاقماش اللي عندكم طلعوها وحطوها على بعض على بعضها. اهو ده الفايات اهو، بصوا مع ال مظبوط. هو طالع، هو فين؟ اهو فايات والكم بتاعه فيه شويه شغل ديتيلز. طب لو نتكلم على السكيرتس شوي، هل السكيرتس ان ولا هي بقت القماشه اكتر من السكيرت؟ يعني السنه دي السكيرتس الان قوي، الطويله ودي حقيقه مناسبانه قوي. يعني مناسبانه والبليسيه، يعني انا لابسه فستان طبعا النهارده بس زي اللي انا لابساه البليسيه لسه موجود. البليسيه اكتر في الفساتين، الفساتين زي اللي انا لابساه، بس الجوبات الطويله الواسعه موضه جدا. طب ودي تنفعنا جدا طبعًا. كمصريين طبعًا. الارداف عريضه طبعًا. طب ومن فوق بيتلبس ايه؟ بيتلبس بقى حاجه جديده جدا، جاكيتس اللي هي زي الشميز اللي بحزام زي الروب بالظبط، وتبقى من بره، يعني من بره على الجيبات الطويله، والجاكيتس من غير زراير، يعني بس كانه. طب دي تنفع كمان مع محجبات طبعا، جدا طبعًا. جدا جدا طبعًا. اللوك طبعًا. ده الحقيقه اللوك ده هايل السنه دي. طيب.